بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولي حنقول حجرنا عشر هذه بشهر رمضان أنا قلت لك لي ما أنت عشر كأنه حقوق صاب صلاة دونا قفك صام كلا جرب وقفك قفك صام كلا جرب شروط اللي غبها يا محي قفك صام كلا جرب شروط اللي غبها يا حا شرط الإسلام وأنا قفك مسلم يا مركه قال كم واجب رمضانكو مركان لنا قال كم واجب رمضان كنا وجوب كسبحان كونا وجوب مطالبة في الدنيا الدنيا أنت وجوده كما ضربنا الصوم وقال كي أتدم ليه منه وريا قالوا رمضان حول شيء الصوم ليه منه أما وجوب عقاب في الآخرة لكن قيامها دو ترى إن عقاب العقابة قال لماذا كده يري الصوم وكتري تسوق واجبه مقص كاسو أبو واجبة يعني. قال كم كان كلا قاضنا قال كو أدوية هي كافر أصلية وصدى حكم قضاء قاضنا مرة كم واجب لكن هدو مرتد يه قال كو مرتد كاسو على غربة أصية هدو إسلام كديب أبو صلى الله عليه إنه صاق الله على غربة هدو لأن مرة أصو إسكو إلزامي الأحكام الشرعية ما نخدع عيسى كاس شرط قال الله ما اللي ربه هي قفك الصوم هي شروط اللي ربه هي وحكمه التكليف قف وانا مكلف يا مكلف على يغنى البالغ العاقل وانا بالغ عن جاهر هرتيه وانا غدنا عاقل يا سداس درثر صوم كام بشهر رمضان كم واجبه قف صغيرة قف صغيرة كم واجب وحكمه كم واجب بشهر رمضان قف كمارت يا مجنون كوالنا بشهر رمضان كم واجب شروطها بشهر رمضان قفك السومة اللي ضبها هي حكمة الخلو قفك وإنه كم الرادو وحيابها مارتا الصوم كأن أقلاهي مثلا قبل حالك قبطوك لا يعني وإني قبل وإني حالك سافتة وإني النفاس كسافتة قبل النفاسة هذي هي قبل حائضة هذي سيقنا صومك هو جيمة صومك و حارضة مثلا حيض كهاية أما حارضة النفاس كخجرته قبل ديه ما ينصام لكن هدي حيض كذا ما هذا النفاس كوقت يجلس ما هذا صوم كذي ويوضعني سمركز صوم كذي ويوضعني س وينصه قاضي نسا معلمه حيض ك يا معلمه النفاس كنا صوم كتكتر دي وصو قاضي س وقبل حيض هذا يقبل النفاس هذا سيد الله قدونا وحيابها سوء وشروطها اللي غبها هي قفك صائمك شروطها اللي غبها هي قفك صائمك انت صنو غبحينا وحان ربنا انا وحكا شاقنا اركان الصوم صومك اركان انت اوكو تهيلا يا واما حي اركان انت صومك اوكو تهيلا يا هي خلوك اللي كوبات قفك اللي يدينا يا نيورت وانو نيور اللي يمادا قفك مثلا محلي سرع لك صامك إنا صامته بريته عاو إنا دنيا ستوى كوكو واجب صامك هدوية صام نادرة أما صام كفارة هبينك إلا دنيا ستوى وإجماع با حتى عد خلافك أنت مجرد بشهر رمضان صام كذا سيقارة بشهر رمضان صام كذا إذن إلا دنيا ستوى واجب مثلا عاو مركي قرارة كورد عضو إلهي وياد وانتو سكر دالان انت قرد حيسو ايال حيلي كميدة نيتيسة كوكو واجب نيوه اسمركة بادكو سيدة بادوا يكو خايكو خال دمان بادكو قرحي كليهين وعنيو سيدة نيوه بابا اسكوا طابا وابا اسكين نيسانا وانا نسوهم ايو وابا اسكين نيسانا عنك ساس لمرحبا صومك وحا واجبة إلى ذهبين كنيسته ولب في كل ليلة النيسته مذاهبنا واجران بعض المذاهب ذهبين ككوبة دنيسته وقوة صحة لكن مذاهب كلام الجمهور علماء أي كوكوب بإن قدام صوم خير ما أنصحن سيدة أصدرثر قفك مسلمة وحن كورة لنا ذهبين والبنوس كنيسته مسألة ضد حراء وحمارة كان اكتام اسكت تخفيفيان أما ذهبين كوبة دنيسته
أما نيدو أبس كلا صعدابا شيخ آخر أصعطا قفكدو آخر أصعدنا وانو حساب تما وانو حساب تما مسألة لسكو خلافسية صوم كاغ يو خدعن هداك نيدو هبيرو بغطي ماذا جميع العلماء حسكو لعسية صوم كاغ نسحتا هدي هبين هل هبين كيكوبة أمي لطي ماذا أمبان الله إمانا علماء وين وحي قبتها صوم كاغ وانو بادليا سيداس درتر صوم كاغ وانو نغض صوم صحيحة كسون وحيامها علماء اسكو لعسيه وانا لطي ماذا هبين والبنيد محال الدال لينو كدلو اوني هراد لينو كدلو قاجة كدشو هدنا علماء وين اي كلها صوم كاغ وما انسحن وانو بات أدوي سيداس درتر لما انو حنقولة لأمدى مسلمين تا نيد إني أدي سجال عليان، نيد إني أدي سجال عليان. هبيك يا للنساء، وليه بري رمضان أنا صومه واجب، وليه بري جسنا مدر واجب، بري رمضان أنا صومه واجب. تحس نيد وافقنا كمذا من أركان المارت يا، كمذا من أركان الصوم. فقنا يلا بعض الحواء على مسال من المفطرات، من الفجر إلى غروب الشمس، وحياة صوم كأفرية صوم كبريه، وأنا بسكير على ساعة. واجو هدو دشة إلى قرطق نعده هذا نوع رغني رغني سد هذا خدرا على ده صائم قف صوما إلا هذا نوع شرطي أركان تسوني سد هذا هي شروط أنصار شغله عشان كده أنت تسوقه والله سبحانه وتعالى.